ينضم معنا الآن علي الحبسي من مسقط. علي مساء الخير. علي مساء الخير. مساك الله بالنور يا ابو وليد. هلا يا حبيبي، ورينا وجه علي، خلينا نشوف. هي ابغى اشوفها، مش ساقله من زمان اساسا. كنت هنا واختفيت. ندخل معك سريعا على مباراه على مباراه النصر والطائي، ماذا حدث فيها علي؟ على عجاله. مباراه النصر والطائي اعتقد ان النصر فرض سيطرته على المباراه مع بعض يعني مجريات المباراه اللي كان فيها الطائي بعض الشيء كان مميز، ولكن اسبينا حارس نادي النصر كان متميز جدا في حضوره في هذه المباراه. النصر مع ظروف المباراه اللي كانت موجوده ارضيه الملعب المطر، ولكن اعتقد ان اللعب لعب بنقاط جدا مهمه. كانت ارضيه الملعب ما كانت سهله انك تلعب يعني ببناء الهجمه بطريقه جيده انك ممكن، ولكن في النهايه قدر من تنويع في الهجمات سواء في الاطراف او من خلال التسديد على المرمى كان، ونفس الشيء اللعب الطويل اللي ميز النصر في هذه المباراه. ولكن اعتقد ان النصر استحق الفوز، لعب بشكل افضل، استغل يعني بعض النقاط اللي كانت غير جيده في الطائي وكسب 3 نقاط.